السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معدنا أولادي وبناتي الصف السادس الابتدائي مع الوحدة الرابعة في منهج الرياضيات للصف السادس الابتدائي وهي الاحتمال. أول حاجة هنتكلم عنها وهي الاحتمال. أول حاجة تعريف الاحتمال هو فرصة وقوع حدث معين أو محدد. بعد كده هنقابلها الحدث. إيه هو الحدث؟ هو الفعل، يعني ناتج التجربة، أو هو مجموعة جزئية من مجموعة النواتج. وأنواع الحدث: عندي حدث مؤكد، وعندي حدث ممكن، وعندي حدث مستحيل. الحدث المؤكد يساوي 1، والحدث الممكن أكبر من الصفر وأقل من 1، والحدث المستحيل هو بيساوي 0. تعالوا نشوف تدريب أكمل بكلمة ممكن أو مستحيل أو مؤكد. بيجي سؤال بالشكل ده، بيقول لي الشمس تشرق من الشرق، ده حدث، طبعا حدث مؤكد. السماء تمطر ذهبا، ده حدث طبعا مستحيل. ينجح الطالب في الامتحان، طبعا ده حدث ممكن. تعالوا نشوف مع بعض أنواع الاحتمال. أنا عندي نوعين من الاحتمال، عندي احتمال عملي واحتمال نظري، وهنبدأ نشوف كل واحد منهم دلوقتي لوحده. أول حاجة هنشوفها وهي الاحتمال العملي، وبنقول إن الاحتمال أنا هشوفه قدامي على شكل كسر، على شكل بسط ومقام. تعال نشوف القانون بتاعي بيقول لي إيه. بيقول لي الاحتمال يساوي عدد مرات الحصول على الحدث على العدد الكلي. طبعا مما سبق أنا لسه قايلة دلوقتي الاحتمال العملي عبارة عن إيه؟ عبارة عن عدد مرات الحصول على الحدث على العدد الكلي لمرات إجراء التجربة. طب لو قال لي عايز عدد مرات وقوع الحدث هعمل ايه؟ هقول احتمال الحدث في عدد مرات المحاولات بتاعة التجربة بتاعتي. بعد كده هشوف عندي الاحتمال النظري، بقول لحساب الاحتمال النظري يجب ان تكون نواتج التجربة العشوائية التي نتعامل معها لها فرص متساوية للحدوث. بعد كده هناخد التجربة العشوائية، وبقول إن هي تجربة نستطيع أن نعلم مسبقا جميع النواتج الممكنة لها قبل إجراء. يعني أنا ممكن أعرف جميع النواتج الممكن حدوثها في التجربة دي قبل ما أعمل التجربة أصلا، لكن لا نستطيع التحديد بصفة مؤكدة أي من هذه النواتج سوف يحدث فعلا إلا عند إجراء التجربة. بعد كده عندي فضاء العينة، وأنا برمز ليه برمز فيه، وهو عبارة عن جميع النواتج الممكنة للتجربة العشوائية، وزي ما قلنا بنرمز له بالرمز فيه. بعد كده عندي الحدث، والحدث هو مجموعة جزئية من فضاء العين. مثال على كده حدث ظهور الصورة في تجربة رمي قطعة عملة معدنية مرة واحدة، يعني صورة جزئية من فيه. تعالوا نشوف مع بعض كده احتمال وقوع حدث لام ألف.
لام ألف يعني احتمال وقوع الحدث ألف، بقول بيساوي عدد النواتج الممكنة لهذا الحدث على عدد كل النواتج الممكنة للتجربة. تعال نشوف المثال اللي عندي بيقول لي ألقي حجر نرد منتظم مرة واحدة، فما احتمال كل من الأحداث الآتية؟ ظهور عدد زوجي، ظهور عدد أقل من 7، ظهور عدد أكبر من 7. أول حاجة أنت بتفكر فيها لما يجي لك سؤال زي كده لازم تكتب فضاء العينة اللي عندك اللي هو فيه بيساوي مجموعة الأرقام اللي موجودة في حجر النرد، وبنقول إن عدد عناصر الفه هما 6 عناصر. أول حاجة ظهور عدد زوجي، أنت عندك الأعداد قدامك هوت، الأعداد الزوجية اللي عندك هي الاثنين والأربعة والستة، يعني كام عدد طلع عندك؟ يعني 3 أعداد، يبقى هنقول 3 على 6، وبالاختصار طبعا بالتبسيط تبقى نص، وده كده يسمى حدث ممكن. طيب ظهور عدد أقل من 7، طبعا أنت عندك 6 أعداد هو قدامك أقل من 7، يبقى 6 على 6 هتساوي 1، وكده الحدث ده بيسمى حدث مؤكد. ظهور عدد أكبر من 7، طبعا أنت ما عندكش هنا في مجموعة الأعداد دي عدد أكبر من 7، يبقى هنقول 0 على 6 يساوي 0، إذن الحدث ده يسمى حدثا مستحيل. تعالوا نشوف مع بعض أنواع الحدث. أنا عندي حدث مؤكد، حدث ممكن، حدث مستحيل. في أي تجربة عشوائية مجموع احتمالات الأحداث المكونة لفضاء العينة يساوي 1، يعني ده معناه إن احتمال وقوع حدث زائد احتمال عدم وقوعه بيساوي 1. طيب احتمال عدم وقوع الحدث يبقى بيساوي 1 ناقص احتمال وقوع الحدث. تعال نشوف سؤال أكمل هنا بيقول لي إيه؟ عند إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحدة فإن احتمال ظهور عدد 4 هيساوي طبعاً 6، احتمال الحدث المؤكد يساوي 1، إذا كان احتمال نجاح طالب هو 8 من 10 فإن احتمال رسوبه 1 ناقص 8 من 10 يساوي 2 من 10. تعال نشوف تدريب اختر. هنا انا جبت لك بعض الاسئلة اللي ممكن تقابلك في الدرس دوت على شكل اختر الاجابة الصحيحة. اول سؤال بيقول لي عند القاء حجر نرد مرة واحدة وملاحظة الوجه العلوي فان احتمال الحصول على عدد اكبر من 6. طبعا انت عارف فضاء العينة بتاع حجر النرد وهو 6 اعداد بس، طب احتمال من 1 ل 6، طب اما يبقى فيه بقى احتمال حصول على عدد اكبر من 6 يبقى الاحتمال ده 0 طبعا، حدث مستحيل يحصل. طيب عند القاء حجر نرد مره واحده فان احتمال ظهور العدد 5، طبعا العدد 5 هيظهر مره واحده يبقى 1 على 6. طيب احتمال الحدث المؤكد يساوي طبعا احنا كلنا حافظينها 1. في تجربه القاء حجر نرد مره واحده فإن احتمال ظهور عدد زوجي هو طبعا زي ما قلنا قبل كده العدد الزوجي اللي هيظهر لي الاثنين والأربعة والستة، يبقى كده 3 على 6، يبقى التبسيط بتاعها 0.5 من 10. فصل دراسي به 40 تلميذ، فإذا كان احتمال نجاح هؤلاء التلميذ فإن عدد التلاميذ المتوقع رسوبهم هيساوي 12 تلميذ. وفي النهاية أنا بتمنى لكل أولادي وبناتي الصف السادس الابتدائي مزيد من النجاح والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.